انت ما يصير تنازلين بابا، انت اذا صاحبه حق ما يصير تنازلين. لا 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 مو بس ما بعد مستحيل انه اتنازل، قلت لك سيدي انا قبل انه سامحت. هل حكيت انا هسه سالت انا؟ اي قبل انا سامحت لانه ما كان عندي دليل انه هو عنده هيك شيء. انا من النوع اللي مستحيل وقايلت لانه مستحيل انه يخوني وابقى وياه، هذا الشيء مستحيل مو صعب. زيدي قد ما تصور انه هو عنده علاقات ويا رسوان يعني وايد اكثر من ما أكثر اوكي هسه هي قد ما الصور هاي دعاها وقضايا الخيانه الزوجيه احنا نعرف انه تشتكي وهذه بس لازم اكو دليل ولك. بس احنا نتحدث عن قضيه مهمه يعني اجزم انه هذه بعد 10 ايام 15 يوم تمشي تتحرك الدعوه كل دعوه هسه ثلاثه يمك جتي مغلقه اثنين مغلقات ثلاثه مغلقات مغلقات يعني ما يمك اثنين انا يم يوم فتح محضر اثنين واحدة اعتداب الضرب واحدة خيانه 13 دعوه صارت 13 دعوة يعني صار 12 دعوة صرت 13 اي سيدي هذيك دعوة مو بالمركز يعني بس بالمحكمة مال نفقة يعني مال نفقة او مال الطلاق يعني اول مرة انه اجي اشتكي هنا اي وسيدي اضافة لانه انا هاي قلت لك اللي هو يوم الاربعاء قبل الخمس ايام تقريبا انه وصل لمرحلة هو بعد ما امن على حياتي ولا على حياة جهالي وياه يعني هو خنقني انه روحي طلعت بعد لا شفت الدنيا وفقدت الوعي صحيت لقيت انه هو رايح بعيد علي يعني من صحيته باوع هيك غواش وما اشوف شيء ما اشوف شيء قدامي فاني من الصدمه ما اعرف شنو الشيء اللي صاير ظليت اصيح انه هاي شكو تاه علي كل شيء بهاي الاثناء انا صيح هو يضرب بيه لحد ما شوي رجعلي وعي انه تذكرت انه اخر شيء كانت بين ايده يخنق بيه وقطعت النفس بعد ما اتذكر شيء. الأطفال شنو وضعهم هنا لما يصير هذا؟ الأطفال إنه عندي بنتي تقريبا شبه صارت بها حالة نفسية بس حاطة بس متغطية بالبطانية 24 ساعة تلقاها مو هي اللي تلعب وتشاق تجي من هنا جابت بطانيتها نامت هنا ليل نهار يعني أحسها صارت بها حالة نفسية هذا الحكي عمرها 5 سنين تبوع علينا وتقوم تعيط من تشوفها يقتلني ظلت بوع علينا وتصيح بابا عوفها كافي مشاكل عوفها وتعيط وقدامها انه يقتلني بعدين يرجع لي يقول ماكو شيء وهاي دائما انه كل ما تصير شغله قدام بنتي وبنتي دا تفتهم واعي على كل شيء.